طيب في ناس بيبقى عندها مشاكل زي مثلا على سبيل المثال الناس عندها سيوله في الدم، يعني بينصح ان هم ما يصوموش، ولكن في ناس بتصمم ان هي تصوم. هل الناس دي فئه محتاجه برضو المكملات الغذائيه عشان تعمل البالانس اللي انا قلت عليه في بدايه الفقره؟ قلب مالتي فيت كل الناس محتاجاه، مش بس امراض اصحاب الامراض المزمنه، يمكن كمان اللي بيبقى صعب معاهم الصيام اعتقد هو مريض السكر اكتر. طبعا طبعا مريض السكر بيبقى صعب جدا ان هو يصوم، وطبعا بيصوموا برضه، يعني يقول لك لا احنا لازم نصوم. انا بنصح ان احنا نسال الدكتور هل ينفع الصيام وقتها او ما ينفعش، او ندفع الفديه بتاعتنا. برضه دي حاجه مهمه، لان ربنا يحب ان تؤتى رخصه. صحيح. فده مهم ان مريض السكر يعرف هو قادر ولا غير قادر. طيب قلب مالتي فيت لا يتعرض اطلاقا لو حد عنده مشكله في السيوله، ولو حد عنده مشكله في السكر لا يتعرض اطلاقا، ومناسب جدا ليهم جدا. واي حد تاني مش تعبان برضو مناسب، لان هو ليس دواء، هو مكمل غذائي فقط. كويس. ما يتعرضش اطلاقا مع اي حد. كل الناس تقدر تستخدم او تاخد قلب مالتي فيت. عندي كونسيرن بسيط، اصحاب لا قدر الله الفشل الكلوي او الفشل الكبدي او تليفات في الكبد الاكستريم، دول اي حاجه بياخدوها اكل او شرب بيبقى بحساب، وقتها يسالوا الدكتور. لكن كل الناس تقدر تستخدمه، حتى امراض المزمنه ضغط وقلب وسكر والسيوله او وات ايفر. كويس جدا. انا عايزه بقى منك زي نصيحه اخيره، فاضل تقريبا دقيقه او حاجه، ليه كبار السن تحديدا اللي هم برضو يمكن الجسم بتاعهم في رمضان بيتعب اكتر بطبيعه سنهم وحالتهم الصحيه، تنصحيهم بايه في فتره رمضان تحديدا وخصوصا مع قلب مالتي فيت؟ انصحهم ان هم ياكلوا، ما ياكلوش تقيل جدا زي ما الشباب بتاكل اكيد، عشان المعده والحمض المعده والامعاء مش بالكفاءه اللي هي 100% زي الصغيرين. وانصحهم ان هم لازم طول الوقت يعملوا دوريه اللي هي السي بي سي وانزيمات الكبد والكلى، وكل الحاجات دي تبقى تمام عندهم. صح. ويطمنوا على نفسهم، او الولاد على طول يدعموا اهاليهم ويعملوا المعامل بتيجي لغايه البيت. طبعا. يعني ما طبعا. فيش فيها اي مشكله كل ست شهور. والنتيجه كل لغايه ست البيت شهور. وبنصحهم اكيد بقلب مالتي فيت، هيبقى داعم ليهم جدا للتركيز والصحه النفسيه والمناعه وكل حاجه، هيبقى لطيف معاهم جدا.